أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل وجرح عشرات من مقاتلي الفرقة الرابعة من قوات النظام السوري أمس أثناء محاولتهم اقتحام بلدة عين ترمة شرقي مدينة دمشق إثر كمين نصبه لهم مقاتلو فيلق الرحمن. وبحسب المكتب الإعلامي لفيلق الرحمن فإن مقاتليه صدوا محاولة قوات النظام اقتحام بلدة عين ترمة ودمروا عدة آليات عسكرية للنظام على أطراف البلدة. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدتي سعد وطهات إضافة إلى شركات المياه والحبوب والأعلاف في شمال مدينة دير الزور. وسيطرت القوات الديمقراطية على هذه المناطق بعد معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم داعش وبالتزامن مع عشرات الغارات الجوية لطائرات التحالف الدولي على مواقع التنظيم. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس أول جلسة مفتوحة حول الانتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهينجا المسلمة بإقليم أراكان غربي ميانمار. كانت عدة دول غربية طالبت الأمين العام بأن يعرض أمام مجلس الأمن تقريرا بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينجا. من جهته أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن فريقا إنسانيا سيتمكن على الأرجح الخميس وللمرة الأولى من دخول ولاية راخين في بورما. وحثت منظمات إغاثة دولية في ميانمار الحكومة على السماح لها بدخول ولاية راخين حيث تسببت حملة للجيش في نزوح 480 ألف شخص إلى بنغلاديش. أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جي عن إدانته لاستفزازات كوريا الشمالية داعيا إلى حل سلمي للأزمة النووية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن جي أنه لن يسمح باندلاع نزاع مسلح آخر في شبه الجزيرة الكورية. سيكون العملاق الإيطالي ميلان في مهمة سهلة على أرضه ضد ريكا الكرواتي فيما يزور أرسنال الإنجليزي بيلاروسيا للمرة الأولى في رحلة شاقة تجمعه بباتي بورسيوف وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. يشكل ميلان وأرسنال محط الاهتمام في المسابقة القارية لهذا الموسم كونهما اعتادا على خوض دوري الأبطال. قد يسهم القرار الذي اتخذته السعودية برفع الحظر المفروض على قيادة السيارات للنساء في استعادة نمو مبيعات السيارات في سوق تضررت بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار النفط، مما يتيح فرصة لمستوردي السيارات الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.